حضراتكم كده في البداية إلى اسكندرية، واسكندرية بنحاول نعمل تقارير مختلفة عنها. المرة دي التقرير من منارة اسكندرية أو المكان الأهم والأبرز في اسكندرية اللي هي المكتبة. مكتبة اسكندرية طبعا من المنارات الثقافية مش بس في اسكندرية، في المنطقة أو في العالم كله. المكتبة فيها إلى جانب القاعة الكبرى لعرض الكتب فيها معامل وفيها مراكز متخصصة للحفاظ على التراث القديم وترميم المخطوطات. من ضمن هذه المعامل معمل يعتبر من أهم وأفضل المعامل في العالم، هو معمل الترميم بمتحف المخطوطات، واللي بيتم فيه ترميم الكتب القديمة والحفاظ على المخطوطات الأثرية في مختلف العصور. تعالوا نشوف تقرير عن معمل الترميم التابع لمركز المخطوطات داخل مكتبة اسكندرية. واحد من أهم المراكز التابعة لمتحف المخطوطات بمكتبة الأسكندرية هو وحدة الترميم الخاصة بالمتحف، هي الوحدة اللي فيها بيتم ترميم الكتب والمخطوطات المختلفة. هنتعرف أكتر على طبيعة العمل داخل هذه الوحدة من خلال جولتنا مع الأستاذ وائل محمد، مسؤول ورئيس وحدة ترميم المخطوطات. أستاذ وائل برحب. أهلا بحضرتك. لو تطلعنا أكتر على تفاصيل العمل داخل وحدة الترميم. وحدة الترميم احنا عرفنا ان هي من أهم الوحدات الموجودة، وربما في الشرق الأوسط وفي بعض الترميمات اللي بتقوموا بيها لعدد من الدول. تفاصيل كده العمل داخل الوحدة دي ايه؟ بصفة عامة معمل الترميم في مكتبة اسكندرية من المعامل القوية والمميزة في مجال الترميم. احنا واخدين جوائز وابريشيشن من الايكونز، مؤسسة الايكونز، يعني احنا واخدين احسن معمل الترميم في الشرق الاوسط. والمعمل عندنا بيتكون من 3 وحدات: وحدة ترميم المخطوطات، وحدة ترميم الكتب النادرة، وحدة التدريب. الكتب النادرة دي بتحصلوا عليها منين؟ ايه مصادر الحصول على القطع النادرة دي؟ في مجموعة من ممتلكات مكتبة اسكندرية، وفي مجموعة كانت من ضمن ممتلكات مكتبة البلدية وتمت نقلها لمكتبة اسكندرية، وفي طبعا الإهداءات. احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين مع زميلتنا هدير من مرممين الكتب ومن وحدة برضو ترميم الكتب. هي بتتعامل مع مجموعة من سجلات بروجكت قناة السويس. تعرفينا اكتر على ايه اللي شغال عليه؟ احنا دلوقتي شغالين على اكبر مشروع تقريبا موجود في المعمل عندنا، هو عبارة عن 1800 سجل نادر من قناة السويس. فاحنا عملنا طريقتين معالجة. اول معالجة الطريقة اليدوية، تمام، احنا استخدمنا فيها الياف. طبعا الالياف دي احنا مصنعينها عندنا برضو في المعمل زي ما هتشوفوا في قسم الليف كاستنج ان شاء الله، تمام. وفي طريقة تانية ميكانيكال تريتمنت اللي هي الليف معالجة كيميائية، اللي هي بتنزل في مية عن طريق ماكينات وحاجات بنقوم بمعالجة الورق. دي أمثلة مختلفة لوحدة ترميم الكتب. هنا برضو في مثال تاني من وحدة ترميم الكتب. هنا زميلنا الأستاذ عبد الفتاح الديب بيقوم بعملية إزالة الألياف الزايدة بعد عملية الترميم الآلي. طبيعة الألياف المستخدمة ديت إيه طبيعتها؟ إيه الخامة المستخدمة علشان تقدر تحافظ بيها؟ بتبقى غالبا من القطن، بيجمعوها في وحدة الترميم الآلي وبتتعمل بطريقة معينة بحيث إن هي تنزل تملأ الفراغات بطريقة ميكانيكية، فتملأ الفراغات المكان اللي فتحات والتآكل اللي موجودة في الورق. هنا معنا زميلتنا مي بتعمل عملية تدعيم لحبر حديدي. لو حضرتك بصيت هتلاقي إن الحبر نتيجة الماتريال بتاعه بيبتدى يتآكل ويتساقط، فهي دلوقتي بتعمل عملية تدعيم علشان تحتفظ بوجود التكست في مكانه، وبتعمل له كونسوليديشن علشان ما يتساقطش كله. عرفيني كده ايه معنى الحبر الحديدي وازاي بتشتغلي على حفظه؟ بالنسبه للحبر الحديدي فهو في جزء بيكون حديد، تمام، فبيحصل عمليه اكسده بعد كده للحبر دوت مع الجو، فبيبتدي ان هو يتاكل من الفايبرز بتاعه الورقه نفسها. المخطوطة ديت ايه؟ مخطوطة عبارة عن قراءات، اوكي، يعني بتاع قراءات لسه يعني فرينج القرن ال 12 الهجري. بس فببتدي ان انا افحص المخطوط الاول وابتدي ان انا ادعمه قبل ما ابتدي ان انا اشتغل في اي حاجة عشان احافظ على التكست على قد ما اقدر.
المادة المستعملة هنا اللي بتستعملي بيها الفرشة دي عبارة عن ايه؟ المادة اسمها كلوسيل جي ديت، ببتدي ان انا احط لها، دي بتبقى باودر، ببتدي ان انا احط لها زي الكحول بحيث ان انا اتو بي سوليبل كده، وابتدي ان انا استخدمها عادي بحيث ان انا ما ابتديش ان انا الطش الاحبار، او in English it's ink bleeding. تقدري تورينا ازاي؟ تمام اوكي، ببتدي ان انا اخد جزء بسيط، ببتدي ان انا دي ملهاش اي تأثير على الحبر؟ لا خالص، لان هو المفروض ان هو الالكول دوت مش بيتفاعل مع الحبار نفسها، فخلاص ما بتبتديش ان هي تلطش. ايه الاماكن المتبقية في معمل الترميم استاذ وائل؟ عندنا كمان تيم وورك بتاع عمليات الترميم الالي، وده مسؤول عنه استاذ طارق حسن زميلنا، هو التيم ليدر بتاع تيم وورك بتاع عمليات الترميم الالي. استاذ طارق هيكمل مع حضراتكم الجولة وهيشرح لكم ايه اللي بيتم في عمليات الترميم الالي. شكرك، تحت امرك، شرفتونا. اتفضل استاذ طارق. استاذ طارق، طبيعة العمل بقى في وحدة الترميم الآلي وبتختلف في ايه عن الترميم اليدوي اللي احنا تعرفنا عليه؟ هو الترميم الآلي يعني بصفة عامة عموما بيبقى يعني اسرع شوية في الوقت واوفر اقتصاديا في التكلفة. بنشرع في عملية الترميم الآلي بتجهيز الألياف اللي هي اساسا بتبقى في الاصل بتبقى مصنوعة من ألياف ورق ياباني او الياف اللي هي خامات طبيعيه كلها بتبقى من نبات الكوزو او المتصمات اللي هي نفس الخامات اللي بتستخدم تقريبا في الترميم اليدوي، لكن بصوره اليه اكتر، لان احنا بنعمل حاجه زي معجون بيتحط ان هو بينزل في الفراغات دي. الفكره بمنتهى البساطه ان احنا بنغمر الورقه في ميه، وبعد ما بنغمرها في الميه بنحط المعجون ده او الخليط ده، فالخليط ده بعد عمليه شفط الميه ديت بيترسب في الاماكن الفاضيه، في الاماكن اللي هي المقطوعه، بيملى الفراغات، بيملى الفراغات كلها بصوره كامله وبصوره تامه وصوره دقيقه. فده بيحقق عمليه الترميم اللي هي بتوازي برضو في نفس الوقت عمليه الترميم اليدوي في وقت اسرع وبتكلفه اقل. طبعا ده بيساعدنا طبعا على الانجاز الشغل في وقت اسرع وكده بالنسبه للمشاريع او حتى كتب بتاعت المكتب. شكرك. ده حوار، موضوع كبير قوي. يعني مش باين عندنا في الافق، يعني ما يجيش في يعني في دماغ حد ان ممكن يكون في مسؤوليه ومجهود قد كده بيحصل عشان يحافظوا على الورق اللي احنا بنروح نتفرج عليه ونشوفه التراث. يعني ما شفنا ولا في ترميم يدوي وترميم آلي، والترميم اليدوي ده بيبقى دقيق جدا، يعني فكره طب. ان عشان الحرف وشكل الورقه ومقياس الورقه نفسها. على فكره الشباب اللي احنا شفناهم في معمل الترميم بمركز المخطوطات لمكتبه اسكندريه دول حراس كده الذاكره بتاعتنا، يعني حراس ذاكره المصريين هم الشباب دول. لولا الاعمال اللي احنا بنشوفها سواء اليدويه او ادخال العامل الالي كان جزء من ذاكرتنا ومخطوطاتنا تبخر او يعني تلاشى. يعني ففكره ان يبقى في عندنا شباب مؤهل ودقيق جدا في التعامل مع المخطوطه عشان يحافظ عليها، عشان اجيال تانية تعرف ان في مصريين كانوا في وقت من الاوقات عملوا حاجه، رساله طبعا حلوه وكبيره.